نروح الاول لتصريحات اسامه ابو علي ومروان عطيه، وبعد كده هنتابع بحضراتكم بقى ملف مهم جدا هو ملف المنتخب يا كريم، لان الجدل اللي حاصل والكلام اللي حاصل والخطاب اللي تم ارساله لاتحاد الكوره واعفاء محمد صلاح عامل جدل من امبارح، عامل حاله طبعا. وحاله خليني اقول لحضراتكم مش احسن حاجه. خلينا نتابع اللقاءات بعد كده نروح للخبر. انا مبسوط كتير من اول يوم جيت لنادي الاهلي، والحمد لله عم نكسب الماتشات اللي عم نلعبها وده اهم شيء. الثقه اللي بينك وبين جمهور النادي الاهلي مش سهل انك تكسب حب جماهير النادي الاهلي، وسام ابو علي من قبل ما ينزل المستطيل الاخضر والجماهير حباه، الجماهير متعاطفه معاه، اعتقد ده بالنسبه لك يساوي كتير يا وسام. طبعا حب الناس، حب الجمهور اهم شيء. الحمد لله انا حاسسه واهلي حاسينه، ومتاكد كل فلسطين حاسين ده، فالحمد لله، وان شاء الله اكمل اكون محبوب واجي في الملعب باللعبه. واحنا موجودين في معسكر الامارات شفت الروح اللي بينك وبين اللعيبه، بينك وبين مودست، بينك وبين كل اللاعبين، اعتقد جوه النادي الاهلي في اوضه لبس بتبقى هي كلمه السر، سهلت عليك حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. اكيد اكيد انا مبسوط كتير كل يوم، وكل اللعيبه يعني بحبهم كتير، وكل شيء خير ان شاء الله. المباراه اللي جايه مباراه ببطوله، اكيد بالنسبه لك انت حلم بقى ان انا اول بطوله تبقى ليك مع النادي الاهلي امام الزمالك، توعي جماهير النادي الاهلي اللي مستنيه اكيد منك ومن كل اللاعبين هذه البطوله. يعني مني طبعا كل مره انا بقول بعطي حالي 100%، ومتاكد كمان الفريق جاهزين. كسبنا ماتشين ورا بعض دلوقتي، وده شغل 3 ماتشات، ده شغل مهم كتير، فاحنا جاهزين وان شاء الله خير. حاجة كبيرة طبعا الواحد كان بيتمناها، وطبعا كان وبيحلم بيها ان هو طبعا يبقى حاجة أساسية في الفرقة وحاجة أساسية في النادي، والجماهير تحبه طبعا ويكون ليه دور في الفريق، والحمد لله يعني الواحد بيحاول يساعد زمايله ويساعد فرقته على قد ما بيقدر، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا اللي في اللي جاي. عندنا ماتش نهائي كاس هنلاعب يعني فرقه كبيره برضه نادي الزمالك، فريق كبير وهنحترمه، وان شاء الله خلاص صفحه وقفلناها ماتش يانج، الحمد لله تصدرنا المجموعه، وان شاء الله نفكر في ماتش الكاس باذن الله. كان مهم جدا النهارده بعد ما حسمت الصعود ان انا اصعد كاول المجموعه، 12 نقطه النادي اللي حققهم بدون هزيمه النادي الاهلي، اعتقد بالنسبه لكم المرحله الجايه مرحله مهمه جدا، سواء مباراه الكاس مصر اللي هي مباراه بطوله بالنسبه لك يا مروان، وانت عارف ان قيمه هذه المباراه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ازاي؟ اكيد طبعا مباراه كبيره، ما انا زي ما قلت لك يا فاروق هنلاعب فريق كبير برضه نادي الزمالك، ليه احترامه وليه تقديره في الملعب، وان شاء الله هنستعد بشكل كويس وهنرتب الماتش بشكل كويس، وان شاء الله يعني باذن الله نعمل ماتش كبير، ماتش يليق باسم الناديين وباسم مصر ان شاء الله. يعني مروان في وسط كوكبه في خط وسط النادي الاهلي، بنتكلم على مروان عطيه، بنتكلم على امام عاشور، على قفشه، على السوليه، على ديانج، على كوكا، على كل العناصر الموجوده في خط وسط النادي الاهلي، عاملين منافسه شريفه في اي فرد عايز يكون موجود عايز يؤدي 90 دقيقه من اجل اسعاد الجهاز الفني وجماهير النادي الاهلي. اكيد طبعا والله احنا يعني كلنا اخوات وكلنا حبايب وكلنا في ظهر بعض، واللي يلعب زي اللي ما بيلعبش كلنا في ظهر بعض، اللي بيلعب بي 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 اللي ما بيلعبش بيسنده، واللي بيلعب برده حتى اللاعب اللي بره بيسنده، فكلنا واحد يعني كلنا بنكمل بعض وكلنا في ظهر بعض وكلنا فرقه واحده، يعني كلنا مصلحتنا واحد، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله ونحقق حاجه كويسه باذن الله. مستر كولر بيحبك يا مروان، بعيد عن الثقه الراجل بيحبك دايما، بيقول لك ايه وبيتكلم معاك في تفاصيل ايه؟ اكيد طبعا يعني المحبه دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، والقبول ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس اكيد يعني الواحد بينفذ تعليماته وبيؤدي المطلوب منه في الملعب، والحمد لله الواحد ربنا بيكرم، والحمد لله يعني دي دعوات الاب والام الله يرحمهم. يعني اخيرا مباراه الزمالك توعد الجماهير بايه وتقول ايه الجماهير للنادي الاهلي، واكيد مستنيين ان الجمهور ومتعودين على الاجواء دي في المباريات الخاصه الخارجيه. لا بقول لهم ان شاء الله يعني خليكم في ظهرنا وخليكم مسندنا كده دايما على طول زي ما عودتونا، وان شاء الله نعمل ماتش كبير يليق باسم النادي الاهلي وجماهيره وبمجلس ادارته ولاعيبته وجهازه الفني وكل حاجه في النادي، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونسعدكم ان شاء الله وناخد الماتش باذن الله.